نبدا على كل حال عشان احنا هنتكلم في الخبر الاول عن موضوع اعتقد مهم جدا، وهي تفصيله الاجتماع اللي احنا او لنا ولكريم كلنا شايفينه من اهم الاجتماعات اللي عقدت في الفتره الاخيره. ليه؟ عشان هي بتتكلم تحت بند كده النهوض بالمنظومه الرياضيه والكرويه تحديدا. امبارح زي ما حضراتكم اكيد عارفين عقد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه مع اتحاد الكره ورابطه الانديه وشركات السادات الوطنيه، شركه عفوا السادات الوطنيه، كان ليهم اجتماع مهم جدا وعلى فكره كان طويل جدا. ليه بقى؟ لانه ناقش بعض الموضوعات الخاصه، هنا بنتكلم بتطوير اصلا منظومه كره القدم خاصه فيما يتعلق منهم بالمنافسات المحليه وخطط المنتخب وبرامج الرعايه وحقوق البث واهميتها كمان لمختلف الانديه من اجل بنتكلم التطوير والنهوض شكلا ومضمونا. طبعا ده بالنسبه للمسابقات المختلفه. وخلال كمان الاجتماع خليني اقول لحضراتكم دكتور اشرف صبحي يوجه بضروره التنسيق المستمر بين الاتحاد ورابطه الانديه والشركات الوطنيه الراعية للاتحاد عشان يقدروا ان هم يقدموا حلول بتضمن كافة حقوق البث الخاصة بالاندية المعنية بالدولة. ده يمكن كان مطلب برضو جماهير يا كريم في طبعا الفترة طبعا اللي فاتت، فاعتقد دي كبداية جيدا يعني جيدة جدا. طبعا الاجتماع كان في منتهى الاهمية، واستكمالا للكلام اللي يعني نهاوند قالته امبارح، الوزير وجه كمان بضرورة وضع خطة محكمة تضمن الربط المالي ما بين الاتحاد وما بين رابطة الأندية عشان يقدروا يعني يحققوا أقصى استفادة ممكنة من كافة عوائد منظومة كرة القدم. أكيد كل ده هيحصل تحت المظلة الرقابية لوزارة الشباب والرياضة وكافة الأجهزة المعنية. كمان تم بحث آليات تحقيق أهداف المشروعات المستقبلية لكرة القدم المصرية، خصوصا مشروع 2026 للوصول إلى كأس العالم ومشروعي 2024 لكأس الأمم الإفريقية وكمان دورة الألعاب الأولمبية. وأكد السيد وزير الشباب والرياضة أن الدولة حريصة كل الحرص على تطوير منظومة كرة القدم من خلال التنسيق مع الاتحاد، اتحاد الكورة ورابطة الأندية المصرية والشركات الوطنية المختلفة، اللي المفروض أن كل طرف فيهم على حدة وكلهم مجتمعين يساهموا في تطوير كرة القدم المصرية، خصوصا في ضوء الطفرة الغير مسبوقة اللي بتشهدها الرياضة المصرية بشكل عام وبكافة مفرداتها في شتى الرياضات والألعاب المختلفة. طبعا بعد الدعم الرئاسي من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للرياضة، وللحقيقة كان ليه انعكاسات طيبة متعددة في الرياضة المصرية في الفترة الأخيرة. ما احنا قلناها قبل كده لازم القرار يجي من فوق. ما الواحد ما يكونش الود وده يبقى الإرادة جت هتلاقي كل ده بيطبق على الأرض وبشكل يعني تمام وشكل سليم. هو ده اللي حصل بالظبط لما القيادة السياسية قالت لك لا أنا ههتم بالرياضة، الرياضة جزء لا يتجزأ من حياة كل مواطن مصري، ركز لي على المدارس على الجامعات، ركز لي كمان على الرياضة النسائية، ركز لي على القرى والمحافظات. ابتدينا نبص ونلاقي فرق فعلا في المناطق دي تحديدا، وفرق أصلا في الرياضة في مصر. تيجي تشوف كده عدد الميداليات على البطولات والأبطال اللي بيظهروا عندنا في الفترة الأخيرة ومن أقل الإمكانيات بالمناسبة. مهم قوي ان احنا نبقى صرحه مع نفسنا يا كريم. انت عندك امكانيات كبيره؟ لا. انت عندك امكانيات قليله او امكانيات محدوده؟ في رياضات معدومه الامكانيات اصلا. اه بالظبط. وفي الاتحادات كلها، في اتحادات بتصرف وفي اتحادات عندها ازمات ماليه مع ابطال على فكره، يعني بيكونوا ابطال بيحققوا ميداليات بره وبيرفعوا اسم مصر، بس ما فيش دعم. ليه؟ الاسباب مش وقتها دلوقتي. ممكن يكون فعلا الاتحاد ما عندوش فلوس على فكره، ممكن تبقى قصه ان احنا ما عندناش ثقافه السبونسرز موجوده في العالم كله، بس احنا يمكن لسه عندنا تخوفات شويه. يمكن الفتره الاخيره بعد اولمبياد طوكيو ابتدينا نشوف سبونسرز لالعاب فرديه والابطال فرديه، حصلوا لنا على ميداليات كتير، بس برضو على استحياء. على استحياء شويه للاسف الشديد. صح. بس نتمنى ان الثقافه دي يعني تكبر او تنتشر بشكل اكبر، لان عندنا ابطال يستحقوا ده. والدعم المالي على فكره يعني اساس لاي بطل، اساس. انت بتصرف على كيان معين، البطل ده الرياضي عايز ياكل ويشرب ويتمرن صح ومكان وبيئه صح ومعسكرات وادوات، حاجات كتيره جدا. ما اقدرش بعد ده انا ما وفروش اجي اقول هو احنا ليه ما بنجيبش ميداليات ذهبيه في الاولمبياد كتير؟ ما وفر وهتلاقي. يعني اسمها ايه؟ اطبخ يا جاريه كلف يا سيدي. يعني على كل حال ان شاء الله احنا متفائلين بأولمبياد باريس، لان زي ما كنت بقول لحضراتكم في توجه، في قرار من سياده الرئيس، في دعم كبير جدا، الوزاره بتشتغل، عندك جهات معينه معنيه كانت يمكن الفتره اللي فاتت مش مهتمه زي دلوقتي، دلوقتي الاهتمام اكثر من رائع. فالتواصل ده مهم. نتمنى ان شاء الله نشوف يعني اولمبياد باريس 2024 فرق تاني خالص في الابطال وفي الميداليات لمصر باذن الله.